داخل نطاق الخدمة. الخدام أشكال وألوان، فيهم الصاحي والنعسان، وفي النشيط والكسلان، وكمان القوي والغلبان. صاحب حكايتنا النهاردة خادم معروف ومشهور، لكن عنده مشكلة خطيرة بقالها كتير أيام وشهور. اشرح لينا أو انفهمنا أخونا الخادم مشكلته إيه عشان نقدر ناخد بالنا لحسن نكون إحنا زيه. خادمنا لذيذ وجميل وبشوش، وتلاقيه محبوب من كل الناس، مفيش حد ما يعرفهوش، مليان رقة مليان إحساس، لكن أفكاره وتعليمه للأسف ما ينفعوش. لا هي سليمة ولا مستقيمة، ومخدومين ومنها ما سلموش، والاتجاهات ما تفهملوش، وفي العقيدة ما تعرفلوش. حبة من هنا على حبة من هنا يطلع لك أجمل فنكوش. داخل الكنيسة لكنه خارجها، وملوش علاقة بجوها، هامل ألحانها وتسابحها، ولا عارف إيمانها ولا طقسها. تاريخ كنيسته ما يعرفوش، ونعرفه ما بيقولهوش، والقداس ما بيدقهوش، قبل الإنجيل ما تشوفهوش. تسبحة لا تقولي ولا عشية، ملوش في حياتنا الليتورجية، ولا تمجيد ولا دوكسولوجية، لا ليه في أجبية ولا بصلمودية. وعنده الاختلافات واحد، ما تدربش على التمييز، ولما تناقشه يرد عليك كفاية تعصب بقى بليز. ويخش علينا بالشعارات، فين المحبة وقبول الآخر، والمسيحي قبل السامرية، والفريس اللي بيتفاخر، ولو نبهته للتقليد تبقى من الفريسيين، قول له كلمة أرثوذكسي تطلع من متزمتين. بقى خادم في كنيسة رسولية وما يهموش أسرارها السبعة، ويقول لك دي طقوس دينية، ومش بعيد يقول إنها بدعة. شيل القديم ملوش لزوم، والقبط أكيد معاه مظلوم، ما يعرفش حتى أباؤه مين، ولو طال هيشيل الصوم. حتى في الإنجيل غلبان، ما بيعرفش إيه المقصود، أي آيات في أي مكان تتقال حسب غرضه المنشود. ويعلم أي كلام ويعيش، مراجعه كلها شيش بيش، وين راجعوه بتقول إيه، يقولك دي محاكم التفتيش. هو لوحده كلامه صحيح، والباقي كله ملوش في المسيح، في نظره الكنيسة كلها تعبانة، ومفيش غيره ولا حد مريح. في الهزار تلاقيه مية مية، وفي التنمية البشرية والمواضيع النفسانية واخد فيها شهادة عالمية، لكن فين الشماسية؟ فين حياته الكنسية؟ راحت تلمذته الأبائية وعاش بمنهج الفردية. بلاش ألحان نقول تراتيل، دي حتى أهطها تهد الحيل، ومخدومين وشربوا منه وطلبوا للألحان بديل. لآباء الكنيسة تملي دين، ده انتوا عالم ميتين، اتحرروا بقى، ده انتوا نايمين من التدين وطقوس الدين. والمخدوم يتعلق بيه، عاوز الخدام كلها زيه، ولو الكنيسة فرزت أفكاره يقولوا لها ليه بتحاربيه. بطرك زي البابا كرولوس، خادم كنسي وقور وأصيل، رفع بخور تسبحة قداس، بقى قديس بالنعمة جليل. وتقول لنا ايه يا أرشدياكن، يا حبيب جرجس يا أمين، لو شفت الخدام أولادك مش ثابتين، بقوا متهاونين. القديس البابا أثناسيوس وكيرولوس عمود الدين، لمسيحنا بذلوا كل حياتهم عشان في إيماننا نكون ثابتين. يا صديقي فين أمانتك، ده المسيح استأمنك، والكنيسة سلمت لك أولاده دول وزنتك. ارجع خش جوه كنيستنا، دي فيها إيمان أغلى من الماس، ما تمدش زي القرع البرة، ده برة الكنيسة مفيش خلاص. سيبك بقى وانسى السطحية، وخليك خادم من التقال، لحد ما ثمرك يوصل مية، ده في العمق مع المسيح هتلاقي جمال. وإن كنت هجست شوية، الحق قدم توبة في الحال، دي الكنيسة مليانة حنية، وفوق الراس والعين تتشال. افهم منها الإنجيل، وعيش صلوات الليتورجيات، تعلمها من جيل إلى جيل، بتنور وسط الظلمات. واشبع بكلام الآباء، وشوف إزاي فهموا الحكاية، وابني عليهم دول دليل،
وما تبقاش انت البداية، وخليك امين واصيل، واحفظ وداعتك للنهاية. جون أنتونيو.